رضي الله عنه مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها، خرج ذات ليلة إلى الحرة حرة المدينة ومعه مولاه أسلم، فإذا نار تسعر، فقال يا أسلم ما أظن هؤلاء إلا ركبا قصر به الليل والبرد. فلما وصل إلى مكان النار إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع، قد نصبت لهم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا. فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت المرأة يتضاغون من الجوع. قال فأي شيء في هذا القدر؟ قالت ماء أسكتهم به، أوهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه يرحمك الله وما يدري عمر بكم؟ قالت أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولا، فأتى بعجل من دقيق وجراب شحم، وقال لأسلم يعني مولاه احمله على ظهري. فقال أسلم أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال أنت تحمل وزري عني يوم القيامة؟ فحمله عمر رضي الله عنه حتى أتى المرأة، فجعل يصلح الطعام لها، وجعل ينفق تحت القدر والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لها، فأكل الصبية حتى شبعوا وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة جزاك الله عني خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال له عمر قولي.